زار حيدر العباني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمقت الخلافات بين بغداد وأنقرة بشأن الأزمة الناجمة عن إرسال جنود أتراك لشمال العراق، إذ بدأت الأزمة تتجه نحو التصعيد والتدويل، خاصة بعد تقديم طلب روسي إلى مجلس الأمن الدولي بمناقشة المسألة وإعلان تركيا أنها لا تنوي سحب الجنود الذين أرسلتهم لحماية مدربين عسكريين أتراك يوجدون بالأراضي العراقية. طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعدم تجاوز حدود وجدد تمسك بلاده بالمشاركة في معركة الموصل، وهي تصريحات اعتبرتها بغداد غير مسؤولة، في حين دعت الولايات المتحدة البلدين إلى التهدئة وتركيز الجهود على استعادة المدينة من تنظيم داعش. واستنكر سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي تصريحات أردوغان وقال أنه يصب الزيت على النار، ووصف الحديث هذه التصريحات بأنها غير مسؤولة وتعبر عن مواقف منفعلة وخطاب متشنج، مشددا على أن الحوار مع الجانب التركي لم يعد مجديا، وأشار إلى أن حكومة بلاده ستلجأ إلى وسائل أخرى للتعامل مع هذه المشكلة. وفي واشنطن دعت الخارجية الأمريكية أنقرة وبغداد إلى التهدئة، وقالت في بيان أن القوى العسكرية الأجنبية في العراق يجب أن تكون هناك بموافقة حكومة بغداد وتحت مظلة التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش. وأضافت الوزارة أنه يتعين على كل الأطراف التنسيق عن كثب خلال الأيام والأسابيع القادمة لضمان وحدة الجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي أن القوات التركية المنتشرة في العراق ليس جزءا من التحالف الدولي، وما يجري في بعشيقة يجب أن تحله الحكومتان العراقية والتركية، ويتركز الخلاف بين تركيا والعراق على وجود نحو 2000 جندي تركي في قاعدة بعشيقة، بينما تستعد القوات العراقية والتحالف الدولي لشن هجوما لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش. ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها، كما حذر العبادي من انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية. أكدت